للحديث أكثر عن العقوبات التي فرضتها أمريكا على وزيرين مرتبطين بميليشيا حزب الله وموقف ميليشيا الحزب بعد التضييق من خلال العقوبات المتتالية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. في خطوة جديدة لتقويض نفوذ حزب الله، واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين سابقين مرتبطين بميليشيا حزب الله، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ بداية تحياتي لكم ولمشاهدي الرافدين، لا شك أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات تتصل بعقوبات أمريكية وجهتها لأشخاص في حزب الله، والحزب الله أول شيء أدرجته على لائحة الإرهاب، أيضا في سلسلة أيضا عقوبات صدرت بحق أشخاص بلغوا بحسب البيان اللي صدر عن الخزانة الأمريكية 90 شخص تم يعني إصدار بحق العقوبات. الجديد في هذه العقوبات الأخيرة، أولا كما أشرتم أنها أطالت وزيرين، يعني لأول مرة تطال شخصيات رسمية يعني وزارية إذا صح التعبير، كانت مشاركة في الحكم. أيضا الجديد هو أنها تناولت تهمتين إذا صح التعبير أو بزعم القرار، وهو تهمة الإرهاب أي دعم حزب الله وتهمة الفساد، وهذا لم سمسبوقا على مستوى صدور القرار، يعني أول مرة بيصدر قرار بالعقوبات الأمريكية يتصل بموضوع الفساد، وهذا له مؤشرات ودلالات. النقطة الثالثة بتقديري هي تتصل بأنها استهدفت أولا شخصيتين، يعني عندما نقول الوزير المالية السابق علي حسن خليل هو اليوم أصلا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، وهو بمعنى الشخصية الثانية أو الأقرب للرئيس بري، وهي رسالة بطبيعة الحال لحركة أمل والرئيس نبيه بري الذي يعتبر يعني من حلفاء حزب الله، وأيضا الرسالة الثانية هي عبر يوسف بنيانس الذي كان وزير أشغال، وهو عضو في تيار المردة ومقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، وسليمان فرنجي هو من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية كما كان الحال قبل انتخاب ميشيل عون أو عشية انتخاب ميشيل عون. بكل الأحوال هي رسالتان لشخصيات قريبة من حزب الله، لم تطال يعني الرئيس بري وسليمان فرنجي، إنما طالت شخصيتين قريبتين. كيف وجدت ردة فعل أيضا بالفساد؟ وإطالة وأيضا الملفت في القرار يجب أن ننتبه أيضا أنه لم يطل أي شخصية من التيار الوطني الحر، بمعنى أن كل الانطباعات كانت قبل صدور القرار الأمريكي أنها ستطال هذه العقوبات شخصيات قريبة من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، باعتبار أن هذا التيار ورئيس الجمهورية هو الذي يشكل العنصر إذا صح التعبير الأقوى على مستوى التحالف والعلاقة مع حزب الله. يعني وبالتالي فعل حزب الله وأذرعها الإعلامية والسياسية على القرار، أنا برأيي رد الفعل كان ضعيفا، يعني لم يكن على مستوى الذي يمكن أن نترقبه، بمعنى أنه يعني الملاحظ حتى الآن، حتى بيان حركة أمل أولا وبيان تيار المرد لم يكن بيانا عنيفا، يعني بل برأيي كان بيان يحاول أن يستوعب الصدمة، وهو هذه العقوبات لا شك تشكل إرباك لحلفاء حزب الله وتربك العلاقة بين الطرفين مهما قالوا يعني في الكلام المعلن، لكن هذا سيشكل عنوان أساسي في ما يتصل بطبيعة العلاقة وكيف. ولكن يعني القرار جاء بالتزامن مع تصريح وزير الخارجية عفوا وزير الداخلية الألماني بأن حزب الله قام ب تخزين مادة نترات الأمونيوم في جنوب ألمانيا لصنع القنابل وتنفيذ هجمات، ما يعني ضلوعه في تفجير مرفأ بيروت. يعني هنا هذا القرار ما مدى تأثيره على موازين القوى في لبنان؟ يعني نحن
المشهد برأيي أصبح المشهد أولا إقليمي واسع، ولا يمكن أن نتحدث عن تعديل في الموازين حقيقية وجدية خارج يعني ما يرسم ويجري رسمه على مستوى المنطقة وكيف ستفسر المعادلات. وأنا أعتقد اليوم الحراك الدولي حراك إقليمي أكثر مما هو حراك لبناني، على يعني أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي والجهد ما يسمى المبادرة الفرنسية. لكن أنا برأيي ما يجري في لبنان هو عملية انكفاء إذا صح التعبير، يعني سياسي، وربما بمرحلة معينة أيضا سيأخذ بعد عسكري وبعد، لكن هو انكفاء بطيء. يعني لا يمكن أن نتوقع من هذه القرارات أن تحدث تحولات نوعية في المسار. هي طبيعة هذه القرارات، هي قرارات يعني تمارس سياسة القضم إذا صح التعبير، ولا تذهب باتجاه أخذ قرارات تحدث تحولات دراماتيكية في المشهد السياسي اللبناني، على رغم يعني آثار التفجير الكارثي الذي حصل في 4 آب وآثاره السياسية وتداعياته، إلا أنه حتى الآن يمكن أن نتحدث في أحسن الظروف عن يعني نوع من تنازل تكتيكي يمكن أن يقوم به حزب الله على مستوى تشكيل الحكومة. أيضا هناك مناخ جديد، مناخ دولي يفرض نفسه على المعادلة السياسية اللبنانية. ليس المطلوب هو إنهاء حزب الله بمعنى إنهاء الوجود العسكري والدور العسكري لحزب الله، بقدر ما محاولة انتزاع الدولة من سيطرة حزب الله. يعني هذه الاستراتيجية الأكثر يعني قابلية لأن تحقق نتائج ولو نتائج محدودة في البداية، لكن هذه الوجهة وجهة الصراع تأخذ هذه الوجهة، يعني بمعنى أنه صراع سياسي وصراع محاولة أحداث تقدم تكتيكي أكثر مما هو أحداث يعني خطوات استراتيجية تعدل من المشهد السياسي وموازين القوى داخل البلد. نعم، من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين، شكرا جزيلا لك.